السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في مدينة فيادوليد او بلد الوليد شمال شرق اسبانيا في احيائها العتيقة، يتعارف الناس فيما بينهم ويحفظون في ذاكراتهم البعيدة والقريبة منها على حد سواء مودات وأحقادا وآثار عداوات قديمة، ولكن أيضا علاقات تساكن وتعايش. وكما في المدن الصغيرة، فإن الوافدين الجدد على بلد الوليد يظلون لفترة قد تمتد جيلا كاملا أو أكثر موسومين بوفادتهم الحديثة على المدينة، لا يستطيعون إلى قلب مجتمعها نفاذا. يسري كل ذلك على عائلة رودريغيز التي استقرت في بلد الوليد قبل 8 سنين، نحن في العام 96 900 وألف. مع أنطونيو وزوجته ألما اللذين لم يكن لديهما أبناء، كانت تسكن والدة ألما وهي امرأة على مشارف عقدها السابع. لم يكن هناك في الظاهر على الأقل ما يجعل عائلة رودريغيز تختلف عن عائلات كثيرة تسكن حي باريو إسبانيا سوى وفادتها الحديثة على بلد الوليد. خلف باب ذلك المنزل المتكون من طابق أرضي سقفه من قرميد في طريق كي تيرا ديل بان، تحدث أمور في الحياة اليومية لهذه الأسرة التي جاءت إلى بلد الوليد من ساراغوسا أو سرقسطة، حيث كان أنطونيو يعمل في مخبزة هناك. الأكثر فضولا من بين جيران عائلة رودريغيز لاحظوا سريعا أن لا أحد يعمل من بين أفراد تلك العائلة. وكان لافتا للانتباه أن أنطونيو غير سيارته مرتين على الأقل على مدى السنوات الثمان التي انقضت على استقراره مع زوجته وحماته في ذلك المنزل المتكون من 3 غرف تنفتح كلها على بهو كبير يتخذ مكانا للأكل. لم يكن أنطونيو يكثر من مخالطة الجيران، يكتفي بإلقاء التحية بصوت يكاد لا يسمع ثم يواصل طريقه. أما زوجته ألما فكانت تخرج من منزلها مرتين في الأسبوع وتذهب مع زوجها إلى وسط المدينة. لا أحد يدري ما وراء ذلك التنقل الأسبوعي المنتظم إلى مركز بلد الوليد. حين يغادر أنطونيو وألما لا يبقى في المنزل سوى العجوز باكا أم ألما. لاحظ فضوليون من طريق كي تيرا ديل بان أن باكا منذ فترة صارت كلما ذهبت ألما وزوجها إلى وسط المدينة تستقبل في البيت امرأة تكاد تكون في مثل عمرها، تمضيان ساعات ثم تشاهد تلك المرأة التي تسكن نفس باريو إسبانيا ولكن في الجانب الآخر من الحي وهي تغادر المنزل. قالت نسوة من جارات عائلة رودريغيز إن تلك المرأة معروفة بتعاطيها السحر، وإن في ترددها على منزل عائلة رودريغيز ما يبعث على الاعتقاد بأن العجوز باكا حماة أنطونيو تعد لأمر ما. لم يكن هناك ما يجمع بين المرأتين في الظاهر على الأقل، ولم يكن أنطونيو يعلم بزيارات تلك المرأة، تلك التي قيل إنها ساحرة، إلا لما فوجئ بوجودها في البيت. يومها ترك زوجته ألما في وسط المدينة وعاد على عجل إلى البيت لأنه نسي أوراقه. اضطربت باكا وكان اضطرابها بينا بينما اكتفت التي كانت معها بالنظر إلى أنطونيو. حاولت العجوز تدارك الموقف، قالت إن تلك المرأة واسمها سول صديقة قديمة لها صادفتها في الشارع بينما كانت تتمشى. كان أنطونيو مستعجلا الخروج، ابتسم ابتسامة قصيرة في وجه تلك العجوز ثم خرج مسرعا. التبرير الذي قدمته باكا لم يكن ليقنعه، وظل يحاول أن يجد تبريرا منطقيا وسببا وجيها لوجود تلك المرأة في منزله. لقد كان حريصا وزوجته ألما أيضا على أن لا يدع لغريب سبيلا إلى ما وراء باب المنزل. هناك أمور ما ينبغي لأحد أن يعلمها
أو أن ينبش فيها. ما أن عاد إلى وسط المدينة ولحق بألما حتى أخبرها باكتشافه وجود تلك المرأة الغريبة في المنزل. لقد صار يشك في أن حماته تفتح الأبواب للغرباء، بينما هي تعلم جيدا أنه محرم عليها ذلك، وأن ذلك في صلب الميثاق الذي يلتزم به الثلاثة منذ رحيلهم عن سرقسطة. وقبل أن يصدر أي حكم قرر أن يراقب الذي يحدث بعد أن يغادر مع زوجته. يريد أن يعلم كل شيء عن حقيقة العلاقة التي تقيمها حماته مع تلك المرأة التي قالت إن اسمها سول. أسبوعاً بعد أن اكتشف وجود تلك المرأة خرج مع زوجته إلى وجهتهما وسط المدينة، ولم تكن باكا تتوقع أن يعود سريعاً، ولعلها حدثت نفسها بأن العودة المباغتة لأنطونيو الأسبوع الماضي مما لن يتكرر. ولكن أنطونيو عاد ومرة أخرى باغتها، ومعها تلك التي قالت إنها صديقتها القديمة. اكتفى بإلقاء تحية عابرة وتظاهر بأنه أخذ أغراضاً له من غرفته ثم خرج. يومها لم يكن ملتزماً بالعودة إلى زوجته، ولذلك قرر أن يركن سيارته بعيداً وأن يراقب باب منزله حتى إذا ما خرجت تلك العجوز سول تبعها. كان عليه أن ينتظر نحو ساعة ونصف الساعة، ثم رأى سول تغادر. رآها تلتفت يميناً ويساراً قبل أن تنطلق بخطى حثيثة. تبعها وهو يحرص على أن لا تنتبه إليه. على بعد عدة أزقة رآها تفتح باب منزل صغير تغطيه شجرة كثيفة الأوراق في آخر طريق كي الكوديا. أقفلت الباب سريعاً. اقترب من ذلك المنزل فبدا له من الخارج يحمل ملامح منزل مهجور. عاد أدراجه يتساءل عن الدواعي الحقيقية لزيارة تلك العجوز إلى منزله. يريد أن يعلم وأن يعرف كل شيء. مساء ذلك اليوم لما عاد إلى المنزل وكانت زوجته قد سبقته، بادرته حماته بأن سول جاءت من تلقاء نفسها، لعلها استبقت استفسارا توقعته منه، وقد استفزه ما قالته. صارت شكوكه تتعاظم، لا يرى براءة في قدوم تلك المرأة. يومها وكما توقعته منه ذكر حماته بأن استقرارهم في بلد الوليد ما أملاه إلا الابتعاد عن الفضوليين. كانت ألما في المطبخ، ولما سمعته يتحدث إلى أمها بنبرة فيها بوادر حدة أقبلت لتستطلع الأمر، ودون أن يدع لها فسحة للتساؤل قال لها إنه وجد تلك الغريبة مرة أخرى في البيت، وإن عليها أن تسأل أمها عن السر وراء هذه الزيارات المتكررة لصديقتها تلك التي ظهرت فجأة. انتظرت العجوز باكا حتى تهدأ الزوبعة، لم تبرح مكانها، ولما سألتها ابنتها عن سر قدوم تلك المرأة ومن تكون ردت بأنها ستقول كل شيء. اقتربت ألما أكثر بينما ظل أنطونيو واقفا مكانه. أطرقت العجوز لعدة دقائق، ولما لمست عودة الهدوء قالت إنها تعرف تلك المرأة منذ سنوات، وإنها أتت مثلهم من سرقسطة لتستقر في بلد الوليد. صمتت العجوز ثواني وهي تتأمل وجهي أنطونيو وألما مستكشفة مدى تجاوبهما، ثم استأنفت بوحها. قالت إن سول عرافة تجيد حرفتها، وإنها التجأت إليها حتى تعمل لهم عملا يحصن بيتهم ويحصنهم. قالت وهي تغالب غصة اعترتها إنها تعلم أنهم جميعهم ملاحقون، وإذا كانوا الآن بعيدين عن سرقسطة فإن في بلد الوليد غير قليل من الحساد والفضوليين والمتعجبين ومن عيون وآذان. وبنبرة الواثقة المصدقة قالت إن العرافة سول أخبرتها بأن الخبيئة لا تزال في أمان، ولكن ينبغي الإسراع بتحصينها. قاطعها أنطونيو، وهل أخبرتك بمكان وجود الخبيئة؟ لا. في ردها القطعي ذاك ما أوحى لأنطونيو بأن تلك العرافة التي زعمت باكا حماته أنها تعرفها منذ سنين بعيدة
إنما تريد أن تعرف المكان الذي أودعت فيه، وإنها ربما تعمل لحساب جهة ما. صار ينتابه القلق من هذا التسلل إلى عقر الدار الذي لم يرغب فيه يوما. ثم إن العجوز باكا ربما نالها شيء من الخرف، وربما باحت من حيث لا تدري، بما ينبغي أن يظل منكتما. لكن ما الذي يخشاه أنطونيو؟ عاد بذاكرته 8 أعوام إلى الوراء، إلى تلك الليلة التي خاطر فيها بحياته من أجل الحصول على ثروة ينفق منها ما بقي من عمره. وحين تعود به نفسه إلى تلك اللحظات البعيدة القريبة في ذاكرته، فإنه يستحضر وقائع غيرت مجرى حياته وحياة أسرته، بل كانت وراء رحيله عن سرقسطة مدينته التي عشقها. كان له صديق اسمه ميغيل بلاتا، يملك ضيعة صغيرة في بلدة الفخارين التي تبعد عن سرقسطة بنحو 20 كيلومترا. يعلم أن تلك الضيعة التي أفضى إليه بأنه يريد أن يحولها إلى سكن ثانوي له آلت إلى صديقه على سبيل الإرث. كانت ملكا لجده من والدته، وورثها هو عن والدته، وقد أخبره يوما بأن جده ذا كان مزارعا ثريا. مرات عديدة زار أنطونيو تلك الضيعة مع صديقه ميغيل، بل إنه أمضى بها أكثر من مرة عطل نهاية الأسبوع. كانت الضيعة التي يعود البناء الذي تتكون منه إلى أواخر القرن 19 حقل اكتشاف في كل مرة يزورها مع صديقه، الذي كان يركز اهتمامه كله على بعض المزروعات الموسمية وعلى الأشجار. أبواب الغرف العديدة التي تحتوي عليها البناية تبدو لزائرها أبوابا تفضي إلى حقب غابرة. وذات مرة دفع الفضول أنطونيو إلى محاولة سبر أغوار غرفة بدا له أن أبوابها لم تفتح منذ أمد بعيد، وقد أكد له ذلك الصرير الذي أحدثه فتح الباب. كان الوقت مساء، في عمق الغرفة صناديق من خشب وضعت طبقات. كانت تلك الصناديق تستعمل ذات زمن لجمع محاصيل الخضر والبقوليات. خلف تلك الصناديق اكتشف صندوقا حديديا قديما، أحس وكأنه دخل زمنا غير الزمن الذي يعيشه. استحضر قصصا عجائبية حضرت فيها بقوة الكنوز المخفية الكامنة في أمكنة لا تخطر على بال. كان بمفرده، حدثته نفسه بأنه وقع على كنز ثمين. ابتسم ولعله لم يصدق ما وسوست به نفسه. التفت نحو الباب، كان صديقه ميغيل قد مضى لتفقد بعض الأشجار في أقصى المزرعة. أيقن أن لا أحد يراقبه، أمسك بالصندوق. لم يكن على غطائه الصدئ قفل ظاهر، رفع الغطاء. ما رآه لم يقوى على تصديقه، كاد يغمى عليه. لقد عثر على كنز حقيقي. ضرب على خديه كي يطمئن أنه لم يكن في حلم. في الصندوق قطع نقد من ذهب، وأخرى حسبها من فضة، وحلي وتدوينات على قطع من ورق. إنه كنز حقيقي. واضح أن ميغيل لم يكن يعلم بوجوده، وبلا تردد قرر أن يجعل الكنز له. في تلك الأثناء سمع ميغيل يناديه، أعاد الصندوق حيث كان، وخرج إلى صديقه أخبره بأن عليهما أن يعودا إلى سرقسطة. لم يعقب بكلمة. بعد نصف ساعة كان في طريق العودة، وعلى غير عادته ظل أنطونيو ملتزما الصمت. كان يفكر كيف يعود إلى الضيعة ليأخذ الصندوق. عليه أن يفعل دون أن يوقظ انتباه صديقه ميغيل. عليه أن يوفر سيارة وأن يحصل على مفاتيح الضيعة. في كل الأحوال لا يريد أن يتسور ويبدو مثل لصوص آخر الليل. كانت السيارة تسرع، ومعها الأشجار الواقفة على جانبي الطريق، وتلك التي تتسلق الروابي منتظمة أحيانا وبغير نظام أخرى. كانت الأفكار تمر سريعا في مخيلته. لقد استحوذ الكنز على فكره وعقله، ثم أخرجه من شروده صوت ميغيل وهو يعالج منعرجا: ما رأيك إن جعلت من الضيعة مأوى سياحيا؟
ابتلع أنطونيو ما تجمع في فمه من ريق ورد بأنها فكرة جيدة، ولكن ينبغي أن تسبقها دراسة دقيقة. صمت ثم أردف أن الأمر سيتطلب استثمار غير قليل من المال، وبنبرة الناصح الأمين أضاف أنه من غير المعقول أن تذهب تلك الاستثمارات سدى. قال ميغيل وهو يسترق نظرة في المرآة العاكسة: أوافقك الرأي عزيزي أنطونيو، ينبغي أن تكون كل خطوة محسوبة بدقة، ولكن اطمئن، لقد فكرت مليا في هذا المشروع وأظن أنني سأكون السباق، وسترى لن تلبث بلدة الفخارين أن تتحول إلى منتجع سياحي حقيقي. ضحك وربت على كتف أنطونيو وهو يقول: ستكون الخباز. ابتسم أنطونيو، كان خياله يريه الكنز المتوارية في تلك الغرفة المنسية، وكان يحدث نفسه بأن صفة الخباز ستصير قريبا ملكا للماضي. كان أنطونيو شارد الذهن لما توقفت السيارة. لحظتها فقط انتبه إلى أن ميغيل صديقه أبلغه حتى باب منزله. نزل ودعه وعاد إلى شروده. كانت زوجته ألما منهمكة في إعداد العشاء، حماته باكا مركزة كل اهتمامها على شاشة التلفزيون تتابع مسلسلا يستمر منذ أمد بعيد، بينما يداها تنسجان من كرتي صوف بيضاء وحمراء. ليس في الأمر ما يخرج عن المألوف. قصد إلى غرفته، وقبل أن يفتح الباب جاءه من المطبخ صوت ألما تسأله إن كان قضى أوقاتا طيبة مع ميغيل. أجابها بأنها كانت أوقاتا ممتعة، ثم دخل الغرفة. استلقى على الفراش وعاد بتفكيره إلى ذلك الكنز المتواري في تلك الغرفة المهجورة في ضيعة ميغيل ببلدة الفخارين. تذكر أن عليه أن يذهب إلى العمل في حدود منتصف الليل، ثم عاد ليفكر في الكنز. يسأل نفسه عن السبيل إلى مفاتيح الضيعة. يرى أن الأفضل أن يدخلها من بابها، وأن يحمل الصندوق ويضعه في السيارة التي عليه أن يتدبر توفيرها، ثم يبحث عن مكان آمن يضع فيه الكنز. يحدث نفسه ويقول إن كل شيء ينبغي أن يبقى طي الكتمان. القطع النقدية والفضية كثيرة، لا يعرف قيمتها على وجه التحديد. سيكون عليه أن يتعامل مع خبير وأن لا يظهر كل ما سيكون لديه. أعدت ألما مائدة العشاء، وصادف ذلك نهاية حلقة ذلك اليوم من المسلسل الذي تتابعه العجوز باكا. فتحت باب غرفة النوم وأخبرته بأن المائدة جاهزة، ود لو أنها لم تخرجه مما كان فيه. يرى أن الحصول على ذلك الكنز وحده الكفيل بإخراجه من دورة حياة العامل البسيط. جلس إلى المائدة. كانت حماته قد جمعت خيوطها الصوفية وجلست إلى مائدة العشاء. تبادل نظرات خلت من كل تعبير. حملت ألما طبقا أخيرا من المطبخ به حلقات من سمك الكالامار. عم الصمت إلا ما كان من تلك الأصوات التي تحدثها السكاكين والشوكات والملاعق. أرادت العجوز باكا أن تقول شيئا، فانتابها سعال مباغت. عجلت إليها ابنتها ألما بكأس ماء، ولما هدأت قالت إنها تفكر في السفر إلى مدريد خلال الأسبوع القادم لزيارة ابنها سيباستيان. ولتبرير سفرها ذكرت بأنها لم تره منذ ما يقرب من 6 أشهر. قالت ألما إنها لا ترى مانعا، بينما لزم أنطونيو الصمت. صمته ذاك وحالة الشرود التي هو عليها لفتت انتباه زوجته. لما التقت نظراتهما ابتسمت وراحت تنظر في صحنها. بدأ أنطونيو ذاك المساء مشغول البال، أسرع في تناول عشائه وعاد إلى غرفة النوم. بعد ربع ساعة انفتح باب الغرفة وظهرت ألما مبتسمة. دنت منه، وضعت كفها على وجنته وقالت: أراك مشغول البال، بما تفكر؟ هل حقا أمضيت أوقاتا طيبة في الفخارين مع ميغيل؟ نعم حبيبتي، لقد أمضينا أوقاتا ممتعة. لم يضف شيئا آخر، ولذلك
عادت ألما تسأله ببعض الإلحاح. إذا كان الأمر كذلك فما الذي يشغل بالك؟ لقد لاحظت شرودك منذ أن دخلت. لا شيء. رأى في عينيها ما أوحى إليه بأن إجاباته لم تكن مقنعة، يعلم أنها لن تكف على الإلحاح في السؤال، ولذلك ألقى إليها بأنه يفكر في السبيل التي تمكنه من أن يحسن ظروف حياة الأسرة، ثم أمسك بيدها وقال لها: لا تقلقي. أمضى وقتا طويلا وهو يفكر في الكنز وفي طريقة إخراجه من الضيعة. كان ميغيل بلاتا يعيش وحيدا في شقته التي تقع في كي أرياس بعد أن انفصل عن زوجته التي رحلت مع ابنتهما الوحيدة لتعيش في بيلباو. حدث ذلك قبل عامين. فكر أنطونيو في زيارة صديقه في شقته والعمل على أخذ مفتاح الضيعة، بل إنه فكر في أن يقنعه بأن يعيره سيارته، بل إنه فكر في تخديره وأخذ سيارته. يحدث نفسه بأنه إذا ما تمكن من ذلك فإنه سيكون نجح فيما يسعى إليه. لقد صارت الفكرة تملأ كل مجال للتفكير لديه. إنه الكنز الذي يظن أنه مخرجه من الفقر. عاد من عمله قبيل منتصف النهار. أمضى كل ساعات ما بعد منتصف الليل في قبو المخبزة حيث يعمل منذ سنوات. كانت ألما خارج البيت وحسب أنها ذهبت إلى السوق. حماته باكا في نفس كرسيها تحدق في شاشة التلفزيون، وعند قدميها كرة خيوط الصوف، يداها تنسجان بشكل آلي. ألقى بالتحية ومضى إلى غرفة النوم. كان يريد أن ينام بضع ساعات إلى حدود السادسة أو السابعة مساء ليذهب إلى منزل ميغيل. كان اليوم يوم خميس، ويعلم أنه لن يستطيع أن يستعير منه سيارته خلال عطلة نهاية الأسبوع. لم يستطع النوم. عادت ألما من السوق وأخبرتها أمها بأن أنطونيو عاد من العمل وأنه في غرفته. فتحت الباب فرأته مستيقظا شارد الذهن كما رأته بالأمس. لم يعد لديها شك في أنه يفكر في أمر ذي أهمية. في المساء أخبرها بأنه ذاهب إلى صديقه ميغيل، ثم خرج، ولم يكن معتادا على الخروج في مثل تلك الأوقات إلا أن يكون في عطلة. قرع أنطونيو جرس شقة صديقه وقد فاجأه بأن فتح الباب فورا. صافحه بحرارة وقال له: لقد وصلت لتوي. دخل إلى الصالون، أحضر ميغيل بضع حلويات وقنينة عصير، ثم استأذن صديقه في دخول غرفته لتغيير ملابسه. رأى أنطونيو أنها فرصته التي قد لا تتاح له مرة أخرى. أخرج من جيب قميصه قرصا مخدرا وألقى به في كأس صديقه وصب عليه من قنينة العصير. يعلم أن القرص المخدر سريع المفعول، ويظن أن صاحبه سيظل نائما الوقت الكافي للذهاب إلى بلدة الفخارين وإخراج الكنز وتأمينه. لن يتذكر أي شيء. حسب أنطونيو أنه وضع الخطة التي لا تشوبها شائبة. خرج ميغيل من غرفته وقد ارتدى لباس النوم. ناوله أنطونيو كأس العصير وتناول كأسه. أخذ ميغيل حلوى ثم ثانية وشرب كأس العصير. كان يتحدثان عن ذكريات بعيدة لما بدأ ميغيل يغالب النوم، وما لبث أن نام. مدده أنطونيو على الكنبة ثم بدأ يبحث عن مفاتيح الضيعة. أخذ مفتاح السيارة وفي درج المكتب وجد ضالته. تسلل مسرعا، ذهب إلى السيارة وانطلق إلى الفخارين. فتح الباب الكبير وأدخل سيارته. كان منتشيا يقول إن رآه أحد فسيظن أنه ميغيل. قصد إلى الغرفة حيث اكتشف ذلك الكنز خلف الصناديق الخشبية. لا شيء تغير، كل شيء مكانه كما تركه بالأمس. حمل الصندوق وكان ثقيلا ووضعه في صندوق الأمتعة ولفه بأوراق جريدة وجدها في الغرفة المجاورة. سريعا انطلق عائدا، مضى إلى سكنه. هناك في دولاب الملابس أخفى الصندوق. كانت امرأته نائمة،
كذلك حسبها فقد سمعها تغط. خرج مسرعا وتوجه إلى منزل ميغيل، وجده نائما كما تركه. لم يقترب منه، بل مضى إلى مكتبه وأعاد مفاتيح الضيعة ومفاتيح السيارة حيث كانت. أراد أن يطمئن على صاحبه، ناداه فلم يسمع منه ردا، حركه فلم يستيقظ. ثم إنه اقترب منه وانتبه إلى أن ميغيل لا يتنفس، أمسك بمعصمه وسريعا استنتج أن الرجل فارق الحياة. أخذ الكأس التي دس فيها القرص المنوم وغسلها، ثم ملأها إلى النصف ولفها بمنديل ورقي كما كانت، تركه حيثه وخرج. ابتعد عن المكان سيرا على الأقدام، ثم استوقف سيارة أجرة وعاد إلى منزله. تسلل إلى غرفة النوم، ولكن ألما كانت مستيقظة. ابتسمت ابتسامة ساخرة وقالت: ظننت أنني نائمة، ليس كذلك؟ وهل كنت مستيقظة؟ نعم، ورأيت كل شيء. ما ذلك الصندوق الحديدي الذي أودعته الدولاب؟ لا تستعجل الأمور، سوف أخبرك بكل شيء. ينبغي أن يظل كل ذلك سرا، وإلا فإننا سنخسر كل شيء. سأخبرك غدا بعد أن أعود من العمل. في حدود منتصف اليوم قبل أن يعود إلى سكنه، قرر أن يعرج على سكن صديقه ميغيل. إنه يعلم أنه مات، ولكنه فكر في خطة تبعد عنه كل شبهة. ذهب يطرق بابه وتعمد أن يطرقه بقوة. خرج سكان من الشقق المجاورة، قال لهم إنه جاء عند صديقه ميغيل ولكنه لم يفتح، زعم أنه كان على موعد معه وأنه قلق. تم إبلاغ الشرطة، حضر شرطيان كانا في دورية تمر غير بعيد. طرقا الباب مرات متكررة، ولما لم يفتح قاما بكسر القفل وفتحه. في الصالون، وهو أول ما يصادف بعد البهو، كان ميغيل بلاتا ممددا على الكنبة، وعلى المائدة قنينة عصير وكأسان، أحدهما نصف ممتلئ. قال أنطونيو إنه كان معه في الشقة مساء أمس، وإنه تركه بعد أن تواعد على اللقاء زوال الغد. أحضرت سيارة إسعاف وحملت الجثة. رأى أنطونيو المسعفين يحملونها على نقالة، أخفى عينيه بكفه وتظاهر بالبكاء. استمعت الشرطة إلى روايته، وكان بين من شيعوا ميغيل بلاتا إلى قبره بعد قداس في الكنيسة. كان أنطونيو قد أخبر زوجته بكل شيء وأطلعها على الكنز، وطلب منها ألا تخبر أحدا بذلك. بضعة أسابيع بعد وفاة ميغيل، التي أثبت التشريح الطبي أنها نتجت عن مفعول مادة مخدرة تناولها، وبينما مال التحقيق إلى ترجيح فرضية الانتحار، قرر أنطونيو رودريغيس وزوجته ألما الانتقال للعيش في بلد الوليد، وانتقلت معهما باكا التي يفترض أنطونيو أنها لا تعرف شيئا عن الكنز. مرتين كل أسبوع تنزل ألما إلى وسط بلد الوليد، تحمل قطعا نقدية ذهبية تبيعها في السوق السوداء، وتعود بما يكفي من المال للإنفاق على حياة الأسرة. كان أنطونيو يلح على أن لا تظهر عليهم علامات الثراء، وكان ذلك من الأسباب التي جعلته يختار السكن في باريو إسبانيا حيث البسطاء. ولكن ما لم يتوقعه أنطونيو ولا زوجته ألما التي صارت شريكة له، أن الشخص الذي كان يبيعانه على دفعات تلك القطع النقدية الذهبية ولم يكونا يقدران قيمتها التاريخية، وقع في قبضة الشرطة، وبدأ التحقيق لمعرفة مصدر تلك القطع النقدية الثمينة التي كانت تدر على عائلة رودريغيس من المال ما يغني عن العمل. فضل المحققون تتبع الخيط المفضي إلى الكنز، وكذلك تم تجنيد العرافة سول التي اكتشفت أن العجوز باكا لم تكن تعلم بأمر الكنز، وإن كانت تساورها شكوك في مصدر الأموال التي تنفق منها ابنتها وزوجها. ووجد الباحثون أنفسهم أمام ضرورة التعامل مباشرة مع أنطونيو وألما التي تم اعتقالها
بينما كانت تسلم دفعة جديدة من 3 قطع نقدية ذهبية. كان توقيفها مدخلاً لتفتيش سكنها. على مدى عدة أعوام كان الكنز مدفوناً في غرفة النوم. اكتشفت الشرطة بداخله مجوهرات من ذهب وفضة وأحجار كريمة وكمية أخرى من القطع النقدية. كان على المحققين أن يتوصلوا إلى مصدر ذلك الصندوق. كان أنطونيو تحت ضغط شديد ولم يبق أمامه إلا الاعتراف. حكى قصة الكنز بكل تفاصيلها التي قادت إلى ضيعة الفخارين وإلى إعادة البحث في وفاة ميغيل بلاتا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.